يا جيش الأحرار تقدم عقيدة وإصرار تحزم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أنا الملازم تامر إسماعيل سليمان من أهالي منطقة جسر الشغور من مرتبات الفرقة 18 اللواء 167 دبابات، وهذه هوية العسكري. أعلن انشقاقي عن الجيش الأسدي المجرم وانضمامي إلى الجيش الحر وتشكيل سرية أنصار الدين التابعة لكتاب الفاروق في محافظة إدلب. ونظرا لما يقوم به الجيش الأسدي من قصف للمدن والقرى والبلدات وإحراق للجبال وقتل المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، نطالب من جميع أخواننا في الجيش الأسدي إلى الانشقاق من ضباط وصف ضباط وأفراد والانضمام إلى الجيش الحر. والآن ستقوم سرية أنصار الدين بإلمام عتادها الكامل والتوجه إلى دمشق لخوض المعركة الكبرى.